في مصيادة غزة علق الاحتلال في شرك لم يستطع الفكك منه حتى اليوم، فبات الخناق يضيق أكثر حول رقبة بنيامين نتنياهو وحكومته. لا تحقيق لأهداف العدوان، بات الجميع يدرك حقيقة الأمر، سواء أفصحوا عن ذلك أم كتموه في الداخل الإسرائيلي وحتى في مراكز قرار الدول الحليفة لتل أبيب. في مقابل الفشل الإسرائيلي في تحقيق ذلك، تتعاظم قوة المقاومة في غزة وتواصل نهجها الأسطوري على المنوال ذاته، ملحقة أضرارا اقتصادية وسياسية فادحة بالاحتلال، إضافة إلى تحقيق مكاسب استراتيجية. حماس لم تهزم بعد ولا هي على وشك الهزيمة، تؤكد مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وتشير إلى أن الحركة أصبحت أقوى مما كانت عليه في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصبحت القضية الفلسطينية أكثر شعبية وجاذبية. وعن مآلات الحرب، تؤكد المجلة أن إسرائيل لم تستطع تدمير أنفاق حماس ولا تحويل الفلسطينيين ضد المقاومة ولا فصل الضفة الغربية عن غزة. والخلل المركزي في استراتيجية إسرائيل وفق المجلة ليس فشل التكتيكات، بل سوء فهم فادح لمصادر قوة حماس. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. في المقابل حافظت الحركة على قدراتها، وتشير المجلة إلى أنها لا تزال قادرة على ضرب إسرائيل، ومن المرجح أن لديها نحو 15,000 مقاتل مجهز، أي ما يقرب من 10 أضعاف عدد المقاتلين الذين نفذوا طوفان الأقصى، وهم قادرون على التخطيط وتنفيذ الهجمات لتخلص المجلة إلى أنه لا يوجد حل عسكري وحده لهزيمة حماس. الله أكبر.